نعم لها أن تطلب الطلاق لأن لها حق في الأولاد، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح. لكن يبقى النظر، هل الأولى أن تطالبه بالفسخ تفسخ أو الأولى أن تبقى معه؟ ينظر، إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق فلا بأس أن تبقى معه، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجا تنجب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود.